سدت لنا بنت ونص الدار راحت الحمد لله. يا والله حرب ولا عمرها في التاريخ حصلت، وإن شاء الله ربنا هيك ينصرنا عليهم. كيف بتشوف العناد الإسرائيلي بهذا الشكل واستمرار القتل؟ عنيد عنيد، الله لا يهدي له بال، حسبي الله عليه، عنيد بس بده يدمر ويخرب وما عملش ولا أي هدف بأمر الله. والله يقوي المقاومة يا رب ويحميهم ويقويهم ينصرنا عليهم يا رب، والله يجعل عمره ما ينول حاجة ونرجع لفلسطين ونرجع بلادنا ونحررها بأمر مجاهدينا وسواعدهم وقوتهم. في أمل؟ والله الأمل في وجه الله، في أمل، الأمل عند الله وفي يد المقاومين بأمر الله، وإن شاء الله إحنا معاهم وما بدنا إلا وقف إطلاق نار للأبد، لا يرجعونا ولا يخشوا غزة بأمر مجاهدينا وقوتهم، وربنا يقويهم يا رب وينصرنا عليهم بأمر الله، بهمش بدنا نتحمل، فيش حاجة بتيجي بالساهل. الآن أنت قاعدة في المدرسة هاد مدمر، لا في مي ولا في كهرب ولا في أكل ولا في شرب، والصفوف الحيطان محروقة بهذا الشكل ومكان لا يصلح للحياة، أنتم من وين بتجيبوا هذا العزيم وهذا القوة؟ والله من رب العالمين، والله احنا قالها ابو عمار احنا شعب الجبارين، احنا شاء الله يرحم روحه شعب الجبارين، نتحمل هينا بنجبجر اولادي 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 على الميه، ومنت شايف لا في غاز ولا، وعلى الحطب وعلى النار بخبزن هالبنات وهالنسوان، بدنا حياه بدنا نعيش زينا زي نتاقلمنا على الصعب الصعب، وربنا يفرجها.